السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي، ومرحبا باللي عاد دخلت عندي جديدة. نتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. المهم أخواتي، الفيديو اللي غنهضر فيه اليوم غادي نهضر على المال اللي كيكون عندنا، كيفاش داك المال حتى غادي يكثر عندنا، داك المال كيفاش غادي يكثر عندنا وغادي تكون عندنا الوفرة في داك المال ديالنا. وفي الحقيقه كاين بحال دابا مثلا اللي الفلوس ديالو كتبقى غير هكاك محدوده، ما كتزاد ما حتى شي حاجه، صافي كيف ما راها كاينه كيف ما راه هي، الا ما نقش منها ما كتزيدش. هنا اخواتي عندنا في المنزل ديالنا خمسه ديال الاماكن سريه اللي ما كنعرفوهاش حنايا، وهي باش المال ديالنا غادي يزيد يتضاعف وغادي يزيد يكثر. اخواتي اول حاجه شنو غادي ندير هي باش انا ندخل معكم، باش ندخل نوريكم ديك الاماكن كيف اللي كاينه عندنا في البيت ديالنا. اول حاجه شنو غادي ندير، غادي نشوف المنزل ديالي، الباب ديال المنزل ديالي انا، الباب ديال البيت ديالي انا شنو غادي ندير. اول حاجه اللي غادي نديرها بحال دابا مثلا غنشد الماء وندير فيه الملح، الماء وندير فيه الملح، وغادي نسيق به يعني الباب ديال البيت كامل، الباب ديال البيت على برا غادي يعني باب الدار غادي نسيقها كامله بالماء والملح. هنا باش نحيد عليا الطاقه السلبيه، نحيد علينا الا كاين شي حاجه عندي مرشوشه داك الشيء، نحيدها بالماء والملح، يعني غادي نطهر داك الباب ديالي انا ديال الصدقه، هو الاول غادي نطهره. صافي انا طهرت الباب ديالي بالماء ونقيت الباب ديالي بالماء والملحه، صافي نقيته كامل، هذا الحوش ديال الدار ديالي كامله من برا كلها راني نقيتها بالماء والملحه. صافي ام طبيعه الحال ديك الساعه غادي نرش الماء وغادي نشطب، يعني غادي نشطب داكشي اللي عندي انا مع الصباح. هنا كاين عندي الحوايج، كاين عندي شي حوايج في الدار اللي ممكن انا نحط فيهم الفلوس، وديك الفلوس غادي تزيد تكاثر. هنا يعني غادي يقول لك ولا بهذه خصو يتكاثر، لا بهذه خصو يتكاثر، طبعا باليقين ديال الله سبحانه وتعالى باش داك الاموال غادي تكاثر يعني باليقين وبالنيه باش غادي تكاثر. وهذا الشيء اللي غنقول لكم انا هو اللي كانوا كيديروه جداتنا بكري، هو اللي كانوا كيديروه في الاماكن ديالهم، حوايج عاديه يمكن لي نحط فيهم الحوايج ديالي وغادي يعني نحط فيهم المال ديالي، وداك المال ديالي غادي يبقى غادي وكيتكاثر. بطبيعه الحال اول حاجه ابعدها، اول حاجه هذاك المال انا اللي حاطه اول حاجه غادي نحركو بواحد شويه، نجبد منه واحد شويه وغادي نصدقو. انفقوا مما تحبون، هنا غادي نصدق واحد ماشي انني خازنه دوك الفلوس ومثلا بغيت نصدق غنشد البسطام ديالي ونصدق بواحد 100 درهم ولا 1000 فرانك ولا هذا، وغادي غنصدقها ونقول هاني صدقت. لا، خصني نصدق من داكشي اللي عندي انا الداخل، هذاكشي اللي انا خازنه خصني نحركو ما غيبقاش غير جامد، لا خصني ضروري نحركو، ضروري نجبد منه واحد الحاجه ونصدقها. هنا هذه حاجه وحده، هذاك المال اللي عندك لداخل حتى هو صدقي منه شي حاجه، انت مالكي اعطي والله غادي يعطيك الاضعاف ديالو. انت زعما واش انك غادي تعطي شي حاجه من داك الفلوس ديالك صافي هي نقصات؟ لا بالعكس، غادي تزاد. كيفاش غادي تزاد؟ غادي يجيب لك واحد السبب اللي غادي يزيدك داك الفلوس وتزيدهم على داك الفلوس، وداك السبب ما غتعرفيش من غادي يجي، يرزقكم الله من حيث لا تحتسبون، ما تعرفيش داك الرزق ملي غادي يجيك. المهم انت خرجي من داكشي اللي عندك راه مركن، هذاكشي اللي عندك مركن، علاش مركن؟ يعني شنو زعما كدوير الزمان مثلا؟ ايه كنديرو دوير الزمان بصح نيتيه، ولكن ما بقاوش غير خزن 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 خزن، الا انا كنهضر على الناس اللي كيكونوا عندهم الفلوس كيبقاو غير يخزنوهم، الا ما نخزنوهمش نصدق منهم وغادي يزيدوا دوك الفلوس غادي يتزادوا عليا، نصدق منهم الا كانت غير صحتي عيانه، نهز واحد شيه ديال الفلوس ونصدقوا ونقول يا ربي يا ربي انا بغيت صحتي ترجع ليا، يا ربي حبيبي انا بغيت صحتي ترجع ليا، نصدق من داكشي اللي انا هو عزيز عليا. راه هذه يعني الحاجه اللي عزيزه عليك هي اللي غادي تصدقي منها، ماشي الحاجه يعني تجيبي حاجه تافهه مثلا عندك هاد اللباس، هذيك الحاجه زويونه وما بغيتيش، الا صدقيها واخا هي عزيزه عليك ما بقيتيش كتلبسيها، صدقيها ماشي تسخدي داكشي البالي هو اللي غادي تصدقيه، راه داكشي البالي اللي غادي تصدقيه واخا تصدقي على شي حد اخر، راه شي وحده اخرى راه ما غتلبسوش، لحقاش بالي مبقى فيه ما يتشاف، نصدق من الحاجه اللي انا كنبغيها وتكون باقا صالحه وباقا يعني باقا تلبس، انا صافي قنعت منها ونعطيها. حاجه اخرى مثلا بحال دابا ديك الفلوس، الناس ديال بكري شنو كانوا كيديروا؟ بحال دابا مثلا
كاينين المخاد، غنشوف مخده وغنحط فيها دوك الفلوس. انا براسي هذه حرفتي، يعني انا ديما كنحط الفلوس في الفلوس هذا، والله العظيم كنحطها ديما فلوس هذا، اقسم لكم بالله نحط الفلوس ديالي فلوس هذا، وغادي نخليها هذيك الوساده. يعني راه بنادم غادي خيطي بيطي، غادي خاطي خيطي بيطي، هذيك البلاصه يعني راه ماشي مهدنا في واحد البلاصه، لا ديك البلاصه اللي راه فيها الرواج، يعني راه شي غادي شي جاي، شي غادي شي جاي، هنا في الوساده نحط دوك الفلوس. ثاني حاجه، بكري شنو كانوا كيديروا؟ كانوا كيديروا واحد الربيعه، ديك الربيعه كتكون بحال دابا مثلا ديال المعدن او لا ديال بحال هكا النحاس او شي حاجه، وكتكون كتشعل وكتكون يعني كتكون زوينه وفيها واحد النظره زوينه، كانوا كيحطوا فيها المجوهرات ديالهم والذهب ديالهم. هذيك كانوا كيديروها الناس ديال بكري، وحتى دابا حتى دابا كيديروها الناس، وانتم راكم كتشوفوا حتى في الافلام كتكون المرأة بحال هكا دايره المجوهر في واحد المجوهرات ديالها في واحد العلبه اللي كتكون زوينه ديك العلبه ديالها. هذيك راه يعني هذاك الشيء اللي تماك عندها غالي غالي، داك الذهب غالي، داك المجوهرات اللي عندها تما غاليين، هذه كنحط فيها الفلوس ديالي، لحقاش كتجلب ليا، كتجذب ليا داك يعني داك الغينه اللي الغينه ديال دوك الحوايج اللي تما كاينات، كتجلب ليا داك الغينه، وكيتزادوا فلوس على فلوس فلوس على فلوس، لحقاش داك الشيء اللي كاين تما كاينات كله غالي، وحتى الفلوس كتزيد 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 كتزيد، هذاك الشيء اللي تما كاينات راه كله غالي، وحتى الفلوس راه يعني كيتزادوا فيها. هذه حاجه ثانيه. حاجه ثالثه عاوتاني، ندخل الكوزينه ديالتي، الكوزينه ديالتي بحال دابا مثلا الكوزينه ديالتي راه فيها خير سيدي ربي كله في داك الكوزينه اللي عندي انا، كل الخير كيكون في ديك الكوزينه. الا كانت ديك الكوزينه مرتبه، وكانت ديك الكوزينه مصغبه، وكانت يعني كل حاجه نقيه، وكل حاجه هي هذيك، وحطيت فيها الفلوس، نعول بان ديك الفلوس غادي تزادني، غادي تضاعف ليا، غادي تضاعف ليا، غادي تضاعف ليا هذيك الفلوس ديالي، ونحطها حتى من فوق الثلاجه، لحقاش الثلاجه ديما كتخدم، ديما ديك الثلاجه كتخدم، كتبقى تخدم كتبقى تخدم كتبقى تخدم، وكتحط تنحط فيها الفلوس ديك الساعه، والفلوس هي كتبقى تتحرك كتبقى تتحرك كتبقى تتحرك كتبقى تتحرك كتبقى تتحرك. هنا كاينه ديك الحركه، ديك الذبذبات وداك الشيء اللي كيكونوا فوق 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 الثلاجه، هنا نحطهم فوق الثلاجه ونخليهم. الفلوس ديالي نحطهم في يعني في بحال دابا مثلا في الكوزينه، الا كانت الكوزينه نقيه عارف الفلوس راه غادي تزيدكم، ولا كانت الكوزينه مكفسه وكانت مسخه راه ما يمكنش حتى حاجه ما غتزيد لكم تزيد لكم تما، غيزادكم فقر على فقر. الا كانت الكوزينه مرونه، لان الفلوس دابا انت ديك الفلوس كتبغي الفلوس، ما كاينش اللي ما كيبغيش الفلوس، راه الناس كلها كتبغي الفلوس، لحقاش يعني دوك الفلوس راه بيهم باش كان بيهم باش كان ناكلو، بيهم باش كنداويو راسنا، بيهم باش كان نحلو المشاكل ديالنا بزاف، هذيك الفلوس راه حتى شي واحد ما كره الفلوس، راه الا ما كان عندك الفلوس راه ما عندك حتى شي حاجه، كتبقاي جالسه وكتالمي. هنا علاش الفلوس كتكون عزيزه علينا؟ اذا الفلوس كتكون عزيزه عليك، تحطيها في واحد البلاصه اللي عزيزه عليك، بحال دابا مثلا الكوزينه، انا مرتباها، انا المهم جمعها، انا منظفاها، انا كل حاجه دايرها في بلاصتها، انا دايره بحال هكايا كما قلت لكم ديك المره، بحال دابا مثلا دايره الفول، دايره اللوبيا، دايره الروز، دايره بحال هكا، كانوا كيديروا الناس قدامين، كانوا كيشدوا الفلوس وكيديروها تيديروها في القطنيه، لان ديك القطنيه راها واحد النبات حي، لا هي تزاد ديك القطنيه راها تزادت هكا، ديك النبته راها تزادت هكايا، راه النبات حي هذيك تماك فين كانوا كيلوحوا الفلوس، وتما فين كانوا كيلوحوا دوك هكايا الصرف وداك الشيء، تما كانوا كيلوحوا في الروز وفي اللوبيا وداك الشيء تما كانوا كيلوحوا. عندي الكوزينه فيها هذا الشيء، نلوح فيها الفلوس، نديرها فديك راه دابا كنكونوا بحال دابا مثلا دايرين هكايا مثلا دوك هكايا دوك هاكو دوك القراعي مقفولين، كنديرو هادي لوبيا، هادي عدس، هادي هذا، باش كل حاجه كتبقى باينه لينا. تماك فين نحط انا الفلوس ديالي، وديك الفلوس غادي تزاد، غتزاد ديك الفلوس، ما غتبقاش يعني ما غتبقاش غير راكده في بلاصتها، ديك الفلوس غتبقى غدا عندي وانا كتزاد، غدا عندي وكتزاد، غدا عندي وكتزاد، غدا عندي وكتزاد. حاجه اخرى عاوتاني اللي بغيت نقول لكم، انا قلت لكم هاد المسائل، بقى حاجه اخرى عاوتاني، الا كان عندي شي حاجه تكون عاليه نحط فيها الفلوس، شي بلاصه تكون عندي عاليه بحال هكايا مثلا، شي بلاصه عاليه هكايا الماريو كيكون عندي عالي، اولا شي حاجه تكون عندي عاليه، حتى ديك البلاصه نحط فيها الفلوس، هذيك البلاصه حتى هي نحط فيها الفلوس. هنا اخواتي انا حطيتهم هنايا، ولكن ما نسوش واحد القضيه، بان نكون كنصلي، نكون كنستغفر سيدي ربي،
فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل عليكم السماء مدرارا. هذه يعني راها حتى هي نستغفر الله سبحانه وتعالى، هذه ما نساها شيء. وسورة الواقعة يوميا يوميا، اللي كيقرا سورة الواقعة راه ما غيبقاش فقير، يعني كيتعدم ذاك الفقر، ولكن كان كان يعني كان كان حنا كنقلبوا على الغنى. سورة الواقعة يوميا، هادشي كله نديرو باش الفلوس ديالي كتزيد تكتر عندي في البيت ديالي. يعني هنا الاماكن اللي غنحط فيها الفلوس هي دي اللي قلتها لكم، في الاماكن اللي كتكون زوينه، في هذاك اللي كنديروا فيه الذهب، في الوساده، في مور الثلاجه، مور الساعه اللي كتبقى حتى هي كتخدم النهار كله، هي كتخدم نديروا موراها شي بلاصه اللي تكون عاليه حتى هي نديرها فيها. هذه البلاصه الاماكن اللي ممكن انا ندير فيها الفلوس ديالي، بحال دابا مثلا في الكوزينه، يا اما نديرها فوق الثلاجه اللي كتبقى ديما خدامه، اما نديرها هكا بدوك النباتات بحال هكا، بحال دابا الروز، او لا بحال دابا مثلا هكا اللوبيا او شي حاجه، ندير تماك الفلوس ديالي نغطيها تما كانت ونسد عليها. راه ما كاينش اللي غادي يهزهم ليا، راه كاينه غير انا، صافي ما كاينش اللي غادي يهزهم ليا تماك فين انا نحط الفلوس ديالي، والفلوس كتبقى غدا وعندكم وكتزاد، كتبقى غدا الفلوس عندكم وكتزاد. يعني ماشي انني ديك الفلوس بحال دابا مثلا، بحال دابا مثلا بكري كانوا العيالات فين كانوا كيديروا الفلوس، كانوا كيديروهم هنا في هذه الجهه، هذه الجهه المنيه، هذه الجهه اليسريه، هذه الجهه اليسريه حيت كاين فيها القلب، كيف ما قلت لكم انا ديك المره، فيها القلب، وذاك القلب تيبقى يضرب، كاين ديك النبضات 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 النبضات، تما كيحطوا العيالات الفلوس ديال بكري، الحكمه كانت ديال بكري، اما دابا ما بقاش الحكمه، دابا ولا غير المعيور، دابا دير الحاجه وكيقول لك علاش درتيها وعلاش قلتي لها، بحال داك النهار ندير داك الطاجين، وخرجوا عليا داك الشيء اللي قلت انا، خرجوا عليا، وخا انا ما قلت شي حاجه خايبه، ولكن خرجوا عليا اش غادي ندير. المهم اخواتي، قلت لكم انا الناس ديال بكري كانوا كيحطوا الفلوس هنا في هاد البلاصه، هذه هي البلاصه ديال الامان، بلاصه القلب اللي فيها الدقات، هي بلاصه الامان، هي فين كانوا كيحطوا العيالات الفلوس ديالهم، كانوا كيديروا واحد المشكير، وتيكون داك المشكير هكايا كيتسد، هكا كيتسد هكايا، داك هكايا داك الدور ديالو هكايا، كانوا بحال الشكل، بحال الشكل ديال الكيس اللي كنحكوا به، هذا كانوا كيقول لي المشكير، المشكل هكايا، وتيديروا داك هنايا داك لاستيك، وكيعقدوه في عنقهم، وكيديروه لداخل هنايا باش ما يطيحش ليهم. هنا ملي كت المرأة بحال دابا مثلا كتكون كتقدا اولا شي حاجه، كتجبد داك المشكل وكتجبد من داك الشيء ديال الفلوس وكتردوه هنايا، كتبقى ديك الدبابات ديال القلب، كتعرفي ان دوك الفلوس راه غيعاودوا يرجعوا ليها، وغادي غادي يعاودوا يرجعوا ليها. هذيك هي البلاصه ديال الامان، وهذيك هي البلاصه اللي كيمشي ليها الدري ملي كيكون كيرضع، ملي كيكون تيرضع تيجي حدا لامه وتيمشي لهاد البلاصه وتينعس فيها، هكا تينعس فيها، هذيك هي البلاصه ديال الامان، وهذيك هي البلاصه اللي كيرضع منها الدري، تيبقى الدري يرضع من ديك البزوله، كيبقى سبحان الله يرضع الدري ملي كيكون صغير، والدري سبحان الله العظيم ملي كيكون صغير كتكون هذيك هي البلاصه ديال الامان ديالو، تيجي وكيبقى يرضع من البزوله ديال امه. النهار اللي كتفطم امه، النهار اللي كتفطم الدري امه، ديك ساعات الدري كيعرف بان الغدر كاين في الدنيا، لحقاش امه حرماتهم ديك البلاصه ديال الامان، تما تيعرف الدري بان راه كاين الغدر في الدنيا. راه ملي كيكون كي صغير كيكون كيرضع، صافي كيجي دي 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 جا هو رضع، رضع نعاس مشى بحالاته، هو جا تاني دي 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 تاني لديك البلاصه عاوتاني رضع وداه نعاس ومشى بحالاته. نهار كتفطم امه، نهار اللي كتفطم امه كيبقى 3 ايام هو يبكي، 4 ايام هو يبكي، 5 ايام هو يبكي، ديك الساعه راه تيعرف بان الغدر كاين في الدنيا. ايه اخواتاتي، المهم اخواتي، هذا هو الطريقه اللي قلت لكم انا اللي غديروا باش يعني غتكون عندكم الوفره في المال ديالكم. سيقوا مع الصباح بالماء والملح، ما تنساوها شيء، سيقوها، ومع ذلك يعني واخا ديروا هذه المسائل اللي قلت لكم انا، تخدموا في الفلوس من ما بغيتوا، ولكن سوره الواقعه ما تحيدوهاش، هذه اولا. وثاني حاجه، استغفروا ربكم، استغفروا استغفروا استغفروا. هنا كيقول لك انا كنستغفر، ولكن انا ذاك الاستغفار ولكن حتى شي حاجه ما كاينه، خاصكم تعرفوا بانني ملي كنستغفر ونهز نستغفر، ندير في بالي بان الله غادي يرزقني، وغندير، خصكم تعرفوا بان داك حتى داك التفكير بان الله غادي يرزقني، خاصنا ديما نديرو في بالنا، ماشي استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وانا غدا غير استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ايه نقول استغفر الله العظيم، ولكني ندير في بالي بانني غادي نستغفر الله سبحانه وتعالى وغادي نتوب اليه، ولكن راه غادي يمنحني المال وغادي يمنحني الثروه سبحان الله العظيم، هذه ديما نديرها في بالي.
ما ننساوش نكون جالسه وانا كان استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، وغنبقى نتخيل بان ديك الفلوس جاتني من عند الله سبحانه وتعالى، بانني وليت غنيه، بان الفلوس ولات عندي كتجري، بانني مش نبقى غير جالسه استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، ومع فاجئك استغفر الله العظيم في الكاينه، نجلس ونركز ونقول استغفر الله العظيم ونعرف اشنو كنقول، بان ديك استغفر الله العظيم يعني انا غادي تجيب لي بزاف ديال 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 الرزق من عند سيدي ربي سبحانه وتعالى. وسورة الواقعة يوميا نقرا سورة الواقعة يوميا، واخا كاع حتى الليل كاع نقراها، ماشي 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 صعيبة، فيها ثلاثة ديال ديال ورقة ورقة تتقلبيها بها ورقة ورقة، انت ساليتيها صافي نقراها فرمشت عين، وديك الساعة ان شاء الله الرحمن الرحيم وانا داير بالي بان ديك الفلوس بان الله غادي يرزقني من حيث لا احتسب. هنا اخواتي كنتمنى ان شاء الله باش نكون فتكم بهاد القضيه ديال الفلوس، ماشي غير اننا كنجيو وكان بحال دابا مثلا الراجل بكري، الراجل عاوتاني فين كان كيحط الفلوس ديالو؟ فهاد الجهه كيدير هكايا الفيستا وكيجبد الفلوس كيخزنو من كاين اللي كيديرو من هنايا كاين اللي كيخزنو من هنايا الفلوس لداخل الراجل. دابا شنو ولاو كيديرو؟ ولاو تيلوحوها هنا اللور، تيجيب لك الفلوس كيلوحوها هنايا اللور، تيقول لك ايوا صافي الفلوس ديالي راه تسالات ليا، انا فين حطيتيها؟ انت راه كنحتيها اللور، حب الفلوس كي 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 الا بغيتي الفلوس تجيك حبها حبها باش هي تحبك وتبقى عندك. الفلوس اللي عندك نتايا ديرهم هنا في الجيب ديالك، او لا هكايا ديرها وديرهم هنا في الجيب ديالك هنايا، وخزن الفلوس واحتفظ بها، هنا احتفظ بها الفلوس ديالك، يعني تبقى عندك هنايا، ماشي انك تلوحها اللور هنايا وتخليها اللور، صافي راك حتيها راك ما عندكش فائده بها، حتى هي راه ما غاديش تجي لعندك راه غادي تسالي لك دغيا. كنتمنى اخواتي باش نكون يعني وضحت لكم كيفاش غادي نحتفظوا على الفلوس ديالنا، وكيفاش الفلوس ديالنا حتى غادي تزاد ان شاء الله العظيم شويه بشويه، وحتى يعني حتى غادي تكبر عندنا واللي عندنا الوفره ديال المال ان شاء الله بحول الله. واللي ما عندوش اي المال وكان عنده المال غير شي شويه نستغفر الله سبحانه وتعالى ونحط دوك الفليسات في ذاك الاورس في ذيك البليصه، وشويه بشويه ونسيق بالماء والملح، نحيد عليا ديك الطاقه السلبيه في الباب ديالي، وشويه بشويه شويه بشويه شويه وغادي المال غادي يعني غادي راه ماشي غادي يطيح لكم الرزق في خطره، اولا غادي تبقاو غير جالسين هكايا لا خدمه لا ردمه وتقولوا انا ما عنديش ولا انا ما عندي شيء، لا نوضوا طلب نوضوا وقلب وبحث من هنايا وبقى تجيب المال، وذاك المال غادي يبقى غادي عندك وكيزاد وانت وغادي وكيتزادوا بالايمان ديالك بالله وبالصلاه وبالاستغفار وداك الشيء، وغادي تبقى الفلوس عندكم غدا وتتزاد. شكرا اخواتي والى الملتقى ان شاء الله.